ايه يا جماعه، ايه الاخبار؟ جاهزين تاكلوا؟ لا يا نعم، مش قادر اقول لك بقى، دي حاجه هايله جدا. انا مش متخيل انك ست بيت جامده كده. ميرسي، ربنا يخليك ليا يا طارق. واحده واحده يا طارق، مش لما ندوق الاول؟ الله، مستنيين ايه؟ يلا ابتدوا. يلا. تسلم ايدك، احلى حاجه العصير ده، تحفه. لا بصراحه نهى، دي حاجه هايله قوي، ما كنتش متخيل منك العزومه الجميله دي. كل ده عشان مستر كريم؟ على فكره ابتديت اغير من حضرتك. مبروك يا نايا، انت هتتجوزي النجم بتاعنا. طبعا، هو حد يقدر يقاوم استاذ كريم؟ ده نجم الجماهير. طبعا. انجي، فين الحاجه اللي طلبتها منك؟ ثانيه واحده، انا رحت لمحل الالماس وطلبت منهم الخاتم اللي انت موصيهم عليه. ثانيه واحده، راحت فين؟ اتفضل. ما شفتوش والله. اوكي، ايه رايك يا نايا؟ واو، دي حلوه قوي، عقبالنا يا رب. اوبا، ايه الكلام الجامد ده؟ الف مبروك يا مستر كريم. مبروك يا نايا. ميرسي. الله يبارك فيك. هاتي ايدك يا نايا. اديله ايدك يا نايا. أظن دبلة الخطوبة ما ينفعش تتحط في إيد واحدة متجوزة.